ونحن كذلك نستذكر في ذكرى تأميم المناجم وذكرى تأسيس الشركة الجزائرية للمناجم. اليوم يعتبر مشروع غارج بلاد من أكبر المشاريع الاستراتيجية، فهو بمثابة أكبر المناجم في إفريقيا، ستصل حتى قدرته الإنتاجية ما يفوق 10 مليون طن سنويا من خام الحديد، وبالإضافة إلى مشروع السكك الحديدية الذي سيوصل منجم غارج بلاد إلى غاية بشار على طول أكثر من 950 كيلومتر، وبمثابة دفعة قوية للاقتصاد الجزائري. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.